وللحديث عن دلالات حملات الاعتقال التي تقوم بها الميليشيات في محافظتي ديالى والأنبار، معنا أمين سر مجلس شيوخ عشائر الثورة العراقية دكتور يحيى السنبل. أهلا بك دكتور يحيى. بداية، ما مبرر هذه الاعتقالات والحملات التي تقوم بها الميليشيات في الأنبار وديالى؟ لماذا تصب الميليشيات تركيزها على هذه المحافظات بالذات؟ أحييك وأحيي مشاهدي قناة الرافدين. أهلا بك أخي الكريم. هذه الحملات التي تقاها المدنيين في محافظة الأنبار وفي محافظة ديالى وفي كل المحافظات الأخرى المناهضة لذيول الاحتلال وعملائه، تقوم هذه الميليشيات بهذا العمل الممنهج من أجل كسر شوكة شعبنا ومن أجل التأكيد على أن هذا العمل الطائفي التي قامت على أساسه الحكومات الطائفية منذ عام 2003 ولحد الآن هو مستمر باستهداف شريحة معينة ومكون رئيسي وكبير في العراق. ولكون هذه الميليشيات لا تأمن على نفسها، لكونها تستمد قوتها من قوة السلاح والباطل الذي هي تترعرع فيه، فهي تقوم بهذه الأعمال بشكل دوري من أجل الحفاظ على أمنها. والشيء الآخر أن هذه الميليشيات تريد أن تفرض نفسها فوق كل الأجهزة الأخرى، وهو ما تسعى إليه حكومات التمييز منذ عام 2003 ووفق وصفها جاء به المحتل الأمريكي. هو إلغاء دور المؤسسات الرسمية وإلغاء دور الشرطة على الأسس القانونية، دكتور يحيى، وإعطاء الأمور إلى هذه الميليشيات من أجل أن تستهتر في الشارع. دكتور يحيى، هذه الاعتقالات إلى أي مدى ترى أنها ذات طابع أمني بالفعل كما تعلن الميليشيات، رغم التأكيدات الحكومية بأن هذه المحافظات هي محافظات آمنة ومستقرة؟ أخي الكريم، ليس لها أي طابع أمني، وإنما هي أعمال عشوائية ذات الطابع الأمني. يجب تضيف أن تكون وفق سياق قانوني معين إذا كان هناك شخص أو أشخاص يريدون الإخلال، مثلا أنا اليوم دولة محتلة من قبل إيران وأمريكا، وهذه الميليشيات تمثل أجهزات خارجية، فلا يمكن بهذا التدريب ان تقوم به هذه الميليشيات، وانما هي تسعى لاعتقال الوطنيين المنافقين لمشروع الاحتلال ولعملائهم الذين بداوا الان يسرقون ثروات العراقيين ويسرقون لقمه الشعب، يقتاتون على دماء ابناء شعبنا ومآسيهم. لذلك هذه المقاومه هي حق مشروع من قبل الوطنيين تجاه هذه الشراذم وهذه الميليشيات. المفروض إذا كان هناك استقرار وكان هناك قانون يجب أن يصدر القاضي أمرا بالتحري وأن تكون قوة معروفة بالخروج ومعها ما. طيب، بحسب تقديراتكم دكتور يحيى، بحسب تقديراتكم من أعطى هذه الميليشيات السلطة لاعتقال مواطنين وشن حملات بهذا الشكل ترهب السكان؟ أين الحكومة مما يجري؟ أخي الكريم، الحكومة هي من أعطتها. هذه الحكومة التي انبثقت من مجلس نواب مزور ووفق تدويرات يباركها المحتل الأمريكي والإيراني، هي التي أعطت هذا الحق لهذه الميليشيات وجعلت مجرد بقية الأجهزة هي حامية لهذه الميليشيات مثل الجيش والشرطة، هي من تحمي هذه الميليشيات في القيام بجرائمها تجاه المدنيين، وهي قد أمنت العقاب. لذلك قد أساءت مع أبناء شعبنا في سبيل التسلط وفي سبيل السيطرة على هذه المناطق. في ذات الوقت دكتور يحيى، كيف يستوي أن تقوم الميليشيات بهذه الحملات وهي المتهم أيضا بذات الوقت بالوقوف وراء انتشار وحتى تجارة المخدرات في عموم البلاد؟ عملية انتشار المخدرات مكدان حقيقي من كتل سياسية ومسؤولين،
والا لم انتشر الانتشار الكبير، المخدرات لا وجود لها قبل عام 2003، وكان كل واحد يمكن ان يضبط بحوزته حبه مخدر او يتعاطى بذلك يحكم بالاعدام. لذلك هم من جاء بهذه المخدرات، وهذا ليس بغريب. فقبل فتره على شهور على رؤوس الاشهاد رئيس الجمهوريه يصدر عفوا عن تاجر مخدرات واذن محافظ نجف. لذلك هناك دعم من قبل السلطه ومن اشخاص في هذه الحكومه مؤثرين في القرار السياسي في الدوله بدعم هذه المخدرات وانتشار هذه الافه من اجل تدمير المجتمع العراقي. نعم هذا واضح. لذلك الميليشيات هي من تقوم على تجار المخدرات. لكن لكن لماذا بل انها تقوم بزراعه المخدرات. لكن لماذا يصر شركاء العمليه السياسيه على تجاهل نفوذ الميليشيات رغم علمهم بالمشكله، لا سيما وان نواب هذه المناطق تحدثوا عنها مرارا، ام ان ما يجري يخدم اجنداتهم لذلك يصمتون عنها؟ اخي الكريم، هذه الكتل السياسيه اللي تدعم المخدرات هذا جزء منها هو لتمويل هذه الاتباع المسلحه، فهي لن تكتفي بما تصرفه من المال العام والسيطره على مخدرات هذه المحافظات، وانما ايضا تعمل بهذا الجانب من اجل مدى ذروعها سواء أو وهو ما تعمل عليه. أما هؤلاء المناطق تحدثوا أو لا تحدثوا، لا شهدوا زور ولكن بكل الإجرام اللي يجري على أبناء جلدتك. وهم مزورين، هؤلاء لم ينتخب وقيمة لهم أيضا حتى في مناطقهم. هؤلاء التجذير وهم أداة بيد السياسية ولتنفيذ أجل التخسية ولرهن قرار محافظات وثرواتها بيد هؤلاء اللصوص. إلى السؤال الأخير دكتور يحيى، يعني توقيت هذه الحملات الأمنية مع اقتراب تشكيل الحكومة كما تعلم، إلى أي مدى ترى أنه يبعث برسائل طائفية وسلبية إلى سكان هذه المحافظات على وجه الخصوص؟ لماذا يترك المواطن في العراق دائما بين خيارين؟ كريم، هذه الحملات هي استمرار لنهج الحملات السابقه. نعم، وتستهدف المكون العربي السني وهو الغالبيه الكبرى في العراق، وهذا ما يتحدثون بالمكون الاكبر هو مجرد كذبه، وانما عمليه الاستهداف لهذا المكون هو لاخراج كل الاصوات الوطنيه. هذا المكون هو الذي يدافع عن العراق بكل اطيافه بكل شرائعه، يتحدث اليوم عن الانبار ولا عن دياله، وانما يتحدث عن نهوض العراق. هذا التكون هو المحارب، لانه يريد ان ينهض العراق كله وان يخرج هذه الفتالات البائسه ويظهرها امام الملف انها حكومات تمييز طائفي تسندها بعض الانظمه المحسوبه على العرب وامريكا وايران. وهذا يجري هذا التوقيت من اجل اخراج اي صوت يدعو الى الوطنيه او يدعو الى اللحمه الوطنيه بين ابناء الشعب العراقي. امين سر مجلس شيوخ عشائر الثوره العراقيه دكتور يحيى صنبل، شكرا جزيلا لك.